عبد الناصر خلينا نقدموا شويه اكيد في المحتوى نتاع الحصه نتاعنا وباش ندخل في الامور الفنيه. فضل. سي رضا بوراوي، الترجي الرياضي التونسي هزيمه هدف لصفر كان المردود والنتيجه ما كانتش مقنعه بالنسبه لجمهور الترجي الرياضي التونسي، انت بعض الملاحظات نتاعك فنيا كيفاش شفت المقابله؟ اولا سامحني سان، نحب نشكر الكابتن عبد الناصر. اشكرك. الذي معناتها نعطيه حقه، هذا انسان على المباشر في قناه تونسيه واعترف بعظمة لسانه وأنه الاستقبال متاع التوانسة للمصريين مع العلم خويا عبد الناصر، وأنه السيد حمدي المدب وإدارة الترجي الرياضي في استقبال الأهلي المصري في المطار برئاسة رئيس الترجي الرياضي السيد حمدي المدب، وكان استقبال تاريخي. برافو عليك. إذا خويا شاكر، هذا إنسان بعظمة لسانه وعلى الهواء. الأشياء ممكن اللي تصير في مصر، ممكن الأخ عبد الناصر ما لهوش ذنب، هو يحكي عن المباراة هذه وهذا كلامه صحيح. تأثرت الفريقين حتى في التسخين، هذا صحيح. به فيما يخص المباراة، قلت لك أول ما بديت يا شاكر، مع الأسف الترجي الرياضي غايب تماما، لسه على مباراة الأهلي فقط، بل يا دي زونتيسيدون، فما سوابق في الترجي الرياضي غير مقنع في كثير من المباريات وخاصة من الناحية الهجومية. الذي ألومه وأنا دايخ ما نكذبش عليك، معين كان خايفك، الهوني، البدري، مزيان، نسيم خليفة، عبد البسيط، توقي، على المرزوقي، طه ياسين الخنيسي، ولا نحب الخنيسي بعيد، خلي الخنيسي عنده وضعية، هاني أنا وياك، خلي الأخ عبد البسط. أنت مقتنع بهذوما؟ شنو اللي عطاوني؟ نحكي على السنة، نحكي يا عمي هذوما سيري، إذا كان ناخذ وجهة نظر إدارة الترجي، عطاوك بطولة للترجي وعطاوك ذهاب إلى الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال، وفي الربع النهائي كان انتصار كبير وكان إقناع كبير ضد فريق شباب بلوزداد، وبالتالي ما نجموش نحيو الميريت زاد نتاع لاعبين الترجي هذوما ونقولوا اليوم ولاو خايبين. لا هذا خويا أنا سألتك سؤال شكل نتناقشوا انا وياك تو. لا انا مانيش فني، انا نعطيك باللي ستاتستيك تاعك. كابتن رضا اسمح لي، ممكن بس في الشق الفني تفضل. متفق معك ان هناك مردود العديد من لاعبين الترجي لا يليق بالترجي، ولا بد في الانتدابات الجديده يكون هناك على الاقل من 6 إلى 7 لاعبين بما يليق بالترجي. في ناس كما يكون عندنا في مصر الترجي اسم كبير وتيشيرت الترجي كبير عليهم، حتى وان كانوا اعطوا في السابق اصبحوا الان برا الخدمه، هذه أمانة. ولكن أقصد ما أقوله في هذه المقابلة من الناحية الفنية، الأهلي كان أقوى بكثير من الترجي. شو السبب؟ من حيث التحضير. يعني أقول لك على حاجة كابتن رضا وتكمل الشق الفني، لأن أنا ماليش في الأمور الفنية. في المؤتمر الصحفي أنا أقارن ما بين شيئين، كان موسيماني رائعا ما قبل المباراة، كان كل كلامه في المؤتمر الصحفي والحصة المخصصة لي زي ما أنتم بتقولوا أو الوقت المخصص لي يتحدث على أنه جاء للفوز وأنه يسعى لنتيجة إيجابية إن لم يحقق الفوز، وكان لديه مردود وثقة في الكلام. أعيب على المحترم الخلوق معين الشعباني، وأنا من المدربين الذين أحترمهم جدا وأستعير من الكابتن نبيل معلول الكابتن التونسي الكبير، أنه قال حاجة مهمة، لن يستطيع أحد أن يقدم للترجي أكثر من ما قدم معين في هذه المرحلة. ولكن أعيب عليه أنه حتى في المؤتمر الصحفي بدا خائفا، هو وسامح الدربالي كل كلامهم للإعلام التونسي والإعلام المصري كان منصب في نقطتين، نعمل على عدم إحراز هدف فينا ومحاولة الخروج بأمان. يعني حتى التصريحات ما قبل المباراة بتنعكس على غرفة خلع الملابس. تفضل. شكرا على المداخلة متاعك ونوافقك. له دور المدرب كابتن، لكن سلاح المدرب يوم المباراة هم اللاعبين. ونحكي لان انا نحكي في سوابق، قلت لك في سوابق في الاداء من الناحيه الهجوميه. مع هذا شاكر، انا كنت شويه مطمن وانه مباراه الاهلي المستوى باش يترفع. انا وقت خسرت الترجي الرياضي مع النجم الساحلي 1-0 في الكاس وطلعت الترجي باش يقعدوا 3 اسابيع، قلت فرصه لمعين الشعباني
ماك تعرف انت تلعب كل 48 كل 3 ايام تلعب مباراه كل 3 ايام تلعب مباراه كل 3 ايام تلعب مباراه. المدرب ليس له المساحه لكي يطور الفريق. الحين ايش قلت انا؟ قلت هالثلاث اسابيع هذه لفايت معين الشعباني واللاعبين هذوما وخاصه ان الناحيه الهجوميه إيه؟ اللي اذا انا باش نلعب في تونس اللي عكس هذا كان فهمت من كلام السيري ذا معناتها كانه فتره الراحه اضرت بالترجي الهذي التونسي. توا اللي قاعد نشوف لكن خليني من 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 اضرت وقبلش فما انا نربط هذا بهذا يا شاكر انا نربط تقول لي احنا جابت لنا شامبيونا خلينا باهي احنا اونيتيني ميور عملنا عليه باهي وطمئنا على الشامبيونا ما تنساش زاده خليني اقولها بكل صراحه المنافسين لينا النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي خاصه الاربعه هذم بكل احترامي لباقي الفرق ما كانوش موجودين الموسم هذم صحيح خذينا البطوله عن جداره وما هيش اول مره 31 مره الترجي الرياضي عليه الترجي الرياضي التونسي سي رضا حتى نكونوا واضحين زاد نعطيو معلومه صحيحه الترجي الرياضي التونسي انهزم في البطوله مع النجم الرياضي الساحلي في سوسه ثم انهزم مع النجم الرياضي الساحلي في كاس تونس ما ربحش النادي الصفاقسي لحظه انت تو سامحني انت شاك رجعت لكلامي تو اذا انا ما لقيتكش انا ضد النادي الصفاقسي سامحني تفضل 2-0 خسرنا نادي الافريقي الي روتور 0-0 1-0 بالموت في الذهاب و 0-0 في الاياب باهي زين مع شو اسمه 1-1 في الاياب لا مع الاتوال خسرنا 2-0 وخسرنا 1-0 الهجوم ماهوش قاعدي ماركي ما فيش هجوم يا كابتن رضا خلينا نتكلم بمصداقيه لا تحمل الترجي ومعين الشعباني اكثر مما يطيق بعد اذنك بس الكره التونسيه تعاني من عدم وجود مهاجم حتى في المنتخب التونسي هذه الفترة مر بها المنتخب المصري بعد اعتزال جير أبو تريكة وبتحصل هذه الضربات في كل الدول الكرة التونسية تعاني من عدم وجود مهاجم صحيح. برافو في عليك كل عبد الناصر. الفرق التونسية يا عبد الناصر. الحين أنت تزيد معناتها طمني في كلامي إذا خليني من الكرة التونسية يا أخويا نحكي على الترجي الرياضي أنا أنا عندي 7-8 ملاعبية بال 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 بالقيمة نتاعهم المادية خلينا نتكلم في كل شيء شو يهمني انا يا اخويا انا هالماتشات هذوما ما بتعطينيش الواه جايب هذوما انا الواه جايب وطموحاتي كبيره نجيب من الاسماء هذيا فما ملعبيه ما لعبتش يا شاكر فما ملعبيه تتقاضى في رواتب لا سمينا وقاعدين على ذاك الاحتياط لا سمينا سيري ذا اذا كان عندك فما عندك رساله تحب توصلها لاداره الترجي نقولوا فشل على شكون جابهم هذم يا شاكر انا جبتهم ولا انت ما هي الاداره مثلا يا اخي على اخ عمدي المدب تعتبرها فشلت في الانتدابات نتاعها على مستوى خاصه على المستوى الهجومي نعطيك التاريخ تاريخ تاع الترجي كان ديما الترجي الرياضي افضل خط هجوم عنده قليل في ماتش وثاني ما تمركيش الترجي هدف وصلنا في ماتش مباريات ما نسجلوش ماناش قادرين نسجل خلينا نزيد نعطيك وباش نزيد دليل على كلامي ربحنا تطاوين في تونس 1-0 بشق الانفس النقاس سجل الهدف مع رجيش ايضا نفس الشيء رجيش محمد علي برمضان سجل الهدف وين الهجوم هان لا لا يا عبد الناصر الاداره يا كابتن رضا يعني أنا هذا رايي ماشي بعد اذنك بعد اذنك انا قارئ جيد للموضوع في تونس السيد حمدي المدب يعني يكفي انه في احد تصريحاته اللي انا نقلتها في يوم من الايام قال لو انا عبيء مصانعي وكل ما امتلك من اجل الترجي لن اتاخر انا مانيش الوم حمدي المدب عبد الناصر عبد الناصر لا 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 اقول انك لومت انا لا اقول انك لومت انا اكمل بس باقي جملتي اكمل باقي فكرتي الرئيس الذي يقول ذلك والجمعيات هنا في تونس تعتمد على الادارات والقطاع الخاص عكس عندنا في مصر تعتمد على بناء المؤسسات الرئيس الذي يقول ذلك لن يتاخر في انتداب كل ما هو يليق بالترجي واسم الترجي ولكن خليني اقول لحضرتك شاكر طلب حاجه ظريفه جدا قال لك نقول بالاسم انا اقول لك بالاسم انا شايف ان انيس البدري كان من أسوأ التغييرات اللي عملها معين الشعباني في الماتش ولم يضف كثيرا للترجي واراح بخروج بهذه التغييره دفاع الاهلي بشكل كبير الاهلي يا كابتن رضا يا اخي شاكر من الدقيقه 62 يتسيد المباراه الأهلي عمل ريكورد تاريخي على ملعب رادس بأكثر من 40 تمريرة صحيح. وهذا الشيء لا يجوز أن يحدث في ملعب رادس ولكن أنا بقول لك قبل ما تتكلم عن الضعف الذي فيه الترجي وهذه حقيقة لابد أن نسلم بها لابد أن تتحدث على أن النادي الأهلي قوي والنادي الأهلي أزاح
صن داونز الذي انا كنت اراه المرشح الاول للفوز بهذه النسخه. على كل حال ما زالت مباراه الاياب باعتبار انه الترجي الذي التونسي حتى ما نكونوش معناتها ياسر متشائمين، وانت بطبيعه تدافع على فريق الاهلي وتقول انا اتمنى صعود الاهلي، ولكن في نفس الوقت كره القدم لا تعرف المستحيل. شو لا لا متفقين. حاجه شكل قبل نبينها لك. تخسر الترجي خساره في كره القدم وارده، لكن ليست بالطريقه هذه. انت الحين تقول ابو بعظمة لسانك وتقول 50 تمريرة و 60 تمريرة في الترجي، هذا موش هو ترجي، موش هذا ترجي. تعرف في اخر الموسم عادة والفرق اللي تشارك في البطولات في البطولات الخارجية يكونوا جاهزين، حتى نتفاعل معاك يكونوا جاهزين في الفترة هذه. نتفاعل معاك سيري ذا. الترجي الذي تونسي صحيح تعدى بمقابلة في نهار ما كانش فيه حاضر، اللاعبية الكل تقريبا ما كانوش باستثناء الملاعب زوز، لكن الترجي الذي تونسي عودنا انه في مباريات العوده قادر انه يظهر بوجه اخر، قادر الترجي باش يمشي يسجل في الاهلي هدف ولا اثنين. نرجع من بعد نحكيو على مباراه الاياب شنو هو السيناريو. احنا ما وصلناش نحكيو على ماتش روتور، مازلنا نحكيو على ليه، باش نحكيو شنو قال ولو الكلام هذا سامحني.